الانطباع كسائر الوداديين في العالم وكسائر المغاربة الذين يحملون في قلوبهم ذرة حب لهذا النادي العظيم، كنقول بأننا كنحملوا جميع المسؤولية على عاتقنا. بيني وبينك حنا كمسؤولين كيكون شويه ستريس، ولكن لا يحق للتقني وللاعب ان باش يحس بهذا الستريس. وغنحيلك على ما قاله الرجل المحترم جدا سي فوزي القجعلي من هذا المنبر، كنشكره بزاف على الجميع ما اسداه، كل ما اسداه عن طريق الجامعه الملكيه لكره القدم من تخصيص كل المسائل اللي كانت خاصانا في المعسكر اللي تقام في احسن مركب رياضي في العالم، واقولها ولا اجد خجلا في ذلك، لان كان ذاك الشيء كبير بزاف وكان ذاك الشيء واعر بالدارجه. والكلمه اللي قال كانت مؤثره جدا سي فوزي القجع، قال لهم كيخاطب اللاعبين انكم عندكم واحد الحظ كبير انكم كتمثلوا الحلم ديال جميع المغاربه، الى 35 مليون هنا و5 مليون على برا، قال لهم وبامكانكم ان تدخلوا الفرحه في الجميع في قلوب جميع المغاربه من سيدنا الله ينصره الى اصغر ودادي في المدينه القديمه، دابا الان كيقلب على تذكره باش يجي يشجعكم. دونك كلام مؤثر جدا ولقى ترحاب كبير عند اللاعبين وعند الاطقم ديالنا. كنتمنى من الله تعالى اننا فعلا نفرحوا سيدنا ونفرحوا جميع المغاربه. هذا ما كيحتاجش فقط، لا يكفي فقط الدعاء ولا يكفي فقط الاحلام ولا الكلام، ما يجب ان نقوم به هو ان نعمل، وان ان شاء الله غدا مع 8 العشيه يدخلوا 11 راجل 11 مسؤول، ونقدروا في الاخير نفرحوا جميعا لا انتم ولا احنا. وشكرا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.